بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد والثناء لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم. قال سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. كان الكلام في السابق عن ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مما يتعلق بالإمام الحسين سلام الله عليه على نحو الإجمال والاختصار الشديد، وإلا فمن أراد التوسع والتتبع فله مظان الذكر والتفصيل في التفسير من الفريقين والتأويل من أهل البيت سلام الله عليهم، بما فيه الكفاية لمن تتبع وأراد الإحاطة بالموضوع أكثر، موضوع الذكر. أما نحن اقتطفنا منه كعينات أن الله سبحانه وتعالى لما اتخذ محمداً وآل محمد أولياء من الضروري أن يبين مقامهم عند الرسل والأنبياء والناس والإنس والجن والملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى فضل محمداً وآل محمد على العالمين. وذكرنا عينات عامة وعينات خاصة. أما بالقسم الثاني مما يتعلق بالإمام الحسين سلام الله عليه، مما ذكر في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى، فأيضا هو صعب الحصر، لأن الحديث القدسي الذي بين أيدينا من الفريقين يعني من السنة والشيعة كثير جدا، أيضا يصعب حصره، خصوصا إذا أضفنا إليه ما ذكر في الأديان السابقة على الإسلام مما نسبوه إلى الله سبحانه وتعالى أو قاله الله سبحانه وتعالى من الحديث القدسي الشريف الصحيح. ونقول صحيح بملاك أنه لا يعارض القرآن وأهل البيت سلام الله عليه، لأن ما عارض الكتاب لا يؤخذ به، وفي بعض الأخبار يضرب به عرض الجدار. ففي هذا المورد، مورد ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الحديث القدسي فيما يتعلق بالإمام الحسين سلام الله عليه، أيضا فيه عام وفيه خاص. عام بشكل يشمل الأئمة أو يشمل المعصومين الأربعة عشر جميعا، وبشكل خاص هناك أحاديث قدسية ذكرت الحسين، بل ذكرت مقتله على وجه التحديد، وذكرت مظلوميته. في بعض الأخبار أنه قال الله سبحانه وتعالى على نحو الإشارة وليس على نحو الدقة، أنه قال: إني قتلت بيحيى 70,000، وإني قاتل بالحسين 70 و70. وهذا المعنى كان في متناول الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين الذين سبقوا مجيء محمد صلى الله عليه وآله، وكانوا يعرفونهم بالاسم، ويعرفون أماكن مقتلهم، ويعرفون
أنه في كربلاء ويعرفون من القاتل ويعرفون المبادئ التي من أجلها قتل. لهذا نحن نذكر أيضا عينتين من الحديث القدسي. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت له: لما سميت فاطمة؟ أي قال للإمام عليه السلام، الإمام الصادق سلام الله عليه: لما سميت فاطمة؟ فقال: لأن الله خلقها من نور عظمته، فلما أشرقت أضاءت السماوات والأرض. وفي بعض الأخبار مذكور علت الاسم الخاص للزهراء سلام الله عليها بالزهراء، أي لماذا لقبت بالزهراء؟ لأنها لما خلقها الله سبحانه وتعالى أزهر الكون فلقبت بالزهراء. وهنا هذا الحديث القدسي يقول: فلما أشرقت أي أزهرت أضاءت السماوات والأرض بنورها وغشيت أبصار الملائكة وخرت الملائكة لله ساجدين. هنا نقف هنية للتذكير بين قوسين، للتذكير بمسألة مهمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما سأل الملائكة عن الأسماء قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولكن لما سأل آدم عليه السلام الأسماء أخبرهم. فإذا كان آدم عليه السلام أعلم من الملائكة فبالضرورة العقدية أن سيده محمد صلى الله عليه وآله هو أعلم منه، فهو أعلم من الملائكة. فإذا كان هو أعلم فآله أعلم بالتبع ووحدة المناط. فهنا نلاحظ هذا المعنى جاء أيضا في هذا الحديث القدسي، ذاك كان في الآية المباركة. وغشيت أبصار الملائكة أو غشيت أبصار الملائكة وخرت الملائكة لله ساجدين وقالوا: إلهنا وسيدنا ما هذا النور؟ فأوحى الله إليهم: هذا نور من نوري. وهذه أيضا فيه إشارة إلى قوله تعالى في القرآن الكريم: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة، حتى آخر الآية يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت كما قال النبي صلى الله عليه وآله هي بيوت الأنبياء وبيت النبي سيدها. فهذا النور، وقالوا: إلهنا وسيدنا ما هذا النور؟ فأوحى الله إليهم: هذا نور من نوري أسكنته في سمائي وخلقته من عظمتي أخرجه من صلب نبي من أنبيائي أفضله على جميع الأنبياء. نحن بالقطع واليقين والدلالة البرهانية أن محمداً صلى الله عليه وآله أفضل من جميع الأنبياء بما فيهم إبراهيم عليه السلام ونوح وموسى وعيسى، وله ما لهم وزيادة على التفصيل الذي فصلوه في مباحث العقائد، فمن أحب أن يراجع التفصيل فيما ظنه موجود. وخلقته من عظمتي أخرجه من صلب نبي من أنبيائي أفضله على جميع الأنبياء وأخرج من ذلك النور أئمة، يعني يخرج من فاطمة سلام الله عليها أئمة يقومون بأمري ويهدون إلى حقي
الهداية بالأمر بأمرنا يهدون وبالحق يأمرون، أئمة من صلب علي وفاطمة هم حصرا الأئمة المعروفون المعصومون من ذريتهما عليهم السلام العشرة الذين يبدأون بالحسن سلام الله عليه، أو الأحد عشر يبدأون بالحسن سلام الله عليه وينتهون بالإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. وأخرجوا من ذلك النور أئمة منهم الحسين سلام الله عليه يقومون بأمره، كما أيضا نقرأ في زيارته عليه السلام: أشهد أنك قد أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأقمت الصلاة. فإقامة الصلاة وإقامة الدين هو دلالة يقومون بأمري ويهدون إلى حقه. لا يوجد هاد إلى الحق إلا محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، ويهدون إلى حقي وأجعلهم خلفائي، أي هم خلفاء الله في الأرض، قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. والخليفة يفترض فيه أن يمثل المستخلف، يعني له من الولاية والأمر والنهي ما به يمثل المستخلف ويمثل إرادته ويمثل رضاه، بل ويمثل سخطه إذا سخط. فسخطهم سخط الله ورضاهم رضا الله، وهذا نجده في كل معصوم سلام الله عليهم أجمعين من الأئمة الأربعة عشر، ونجده صريحا في كتب الفريقين عن النبي وفاطمة صلى الله عليهم وعن علي عليه السلام أن رضاه رضا الله وسخطه سخط الله. فإذا هنا نجد علامة الإمام الحسين سلام الله عليه مشمولة بالدليل العام للحديث القدسي: وأخرجوا من ذلك النور أئمة يقومون بأمري ويهدون إلى حقي وأجعلهم خلفائي في أرضي بعد انقضاء وحيي. ونحن نعلم أن رسالة محمد صلى الله عليه وآله هي خاتمة الرسالات، وهو خاتم الأنبياء، والوحي انقطع عن التبليغ بالرسالة بعده صلى الله عليه وآله. فالدليل العقلي والعلمي والعرفي والشرعي وما إليه من البراهين المقطوع بها في الدلالة أنه ينبغي أن يمثل النبي صلى الله عليه وآله من لا خلاف عليه شرعا، لا خلاف عليه عقلا، يعني يكون أفضل الناس بسطة في العلم والجسم، ولأنه انقضى الوحي فيلزم أن يحفظ الدين حفظا كاملا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا هو قوله: خلفائي في أرضي بعد انقضاء وحي، أي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبشرون المؤمنين بالصالحات وينذرون غير المؤمنين بالمصير السيء لهم في الدنيا والمصير السيء لهم في الآخرة. من هذا الحديث القدسي هناك العشرات التي ذكرت محمدا صلى الله عليه وآله وذكرت آله أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين نصلي عليهم في صلاتنا، قولنا: اللهم صل على محمد وآل محمد. وكذلك هو متفق عليه في ذكر الآل وعدم قبول الصلاة المحذوف منها ذكر الآل، نجده في الحديث الشريف قال صلى الله عليه وآله:
لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا وما هي الصلاة البتراء؟ قال أن تصلوا علي وتمسكوا ولا تصلوا على آلي. فذكر الآل هو واجب الصلاة على النبي وآل النبي، وإذا لم يذكر الآل لا ترفع الصلاة. قول الملائكة يا رب إن قوما من أمة محمد صلى الله عليه وآله يصلون عليه ولا يصلون على آله، أفنرفعها أو أنرفعها؟ فقال الله سبحانه وتعالى لا، حتى يصلوا على آله. وإذا نحن حذفنا الآل من الصلاة وحذفنا أضرحتهم بالهدم وحذفنا فقههم بنبذ فقه الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، فماذا يبقى من الآل؟ سيكون طريق الضلالة مهيعا للضالين وواسعا وعريضا للتائهين. نسأل الله أن لا يجعلنا من الضالين ولا من المغضوب عليهم. الآل هم كما جاء في التفسير عند الفريقين، تفسير الحديث أن الآل هم فاطمة وعلي والحسن والحسين في أيام حديث الكسى المعروف، وبعدهم التسع المعصومين من ذرية الحسين سلام الله عليهم أجمعين. هؤلاء قال عنهم النبي صلى الله عليه وآله لا تعلموهم فإنهم أعلموا منكم، ولا تتقدموا عليهم ولا تتأخروا عنهم. هذا المعنى يدل على أن الحسين سلام الله عليه أحد أركان الدين التي لا ينبغي تركها، بل يجب الالتزام بها ويحرم تركها بحال. وفي خبر أيضا قدسي قوله سبحانه وتعالى وسيولد منها، أي من فاطمة سلام الله عليها، ولدان سيدا شباب أهل الجنة. هذا المعنى يصبح واضحا للمتتبع أن الحديث القدسي فيما ذكره الله سبحانه وتعالى وفي القرآن في الصورة العامة والصورة الخاصة أشار للحسين سلام الله عليه. أخيرا نذكر حديثا قدسيا خص الحسين مباشرة بالاسم، وخص يوم عاشوراء بالاسم، وهذا الحديث عن الباقر عليه السلام، عن الإمام الباقر سلام الله عليه، قال لما قتل الحسين عليه السلام ضجت الملائكة بالبكاء والنحيب أي إلى الله، وقالوا إلهنا وسيدنا تغفل عمن قتل صفوتك، أي أتغفل يعني راح تترك الموضوع، تغفل عمن قتل صفوتك وابن صفوتك يعني الحسين وابن فاطمة ابن علي عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. فأوحى الله إليهم قروا ملائكتي أي لا تقلقوا، فوعزتي وجلالي، الله سبحانه وتعالى هنا يقسم بعزته وجلاله، لأنتقمن منهم أي من القتلة ولو بعد حين. ثم كشف الله عن الأئمة من ولد الحسين عليه السلام فسرت الملائكة بذلك، فإذا أحدهم أي أحد ولد الحسين سلام الله عليه قائم يصلي، فقال الله بذلك القائم أنتقم منهم أي بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ينتقم من قتلة الحسين عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة لنا ولكم، وأن يرزقنا زيارة الإمام وأنسه وشفاعته وصحبته في الجنة بالصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.